وصلنا محمد عصام اللي موجود في سوق امبابة. يا محمد، هشام، يعني طبعا في البدايه مرحب بيك وبكل مشاهدي ام بي سي مصر في كل مكان. احنا بالفعل النهارده بنتواجد في سوق امبابه علشان نتابع ونرصد عمليه البيع والشراء ونتعرف على اخر اسعار الخضار والفاكهه واللحوم والدواجن، وخاصه اسعار الليمون اللي ارتفع بنسبه كبيره جدا من الفتره اللي فاتت. احنا دلوقتي هنتعرف على اسعار الليمون مع احد تجار الليمون في سوق امبابه. فرحب بيك وصباحك صباح الفل. صباحك ابدا. عايزك بقى تقول لي النهارده الليمون بكام بعد ما ارتفع الفتره اللي فاتت؟ الليمون كان ب 30 من كام يوم، النهارده ب 18 اهو 10 جنيه. فهو عشان قليل بس اليومين دول في الشجر، يعني الشجر المفروض يرجع اكتر من كده، ما رجعش الشجر السنه دي، جاب حاجات قليله يعني، عشان كده غلي. لكن كل سنه بيبقى عادي وطبيعي وزي العسل. اول سنه ده يحصل اللي هو ايه، انه يغلى الليمون يعني. يعني دلوقتي الاسعار رجعت تاني لطبيعتها بعد ما كانت وصل ل 40 و30. وبعد اربع ايام ولا خمس ايام هتلاقي الليمون خلاص نزل 10 جنيه و8 جنيه، وهيبقى طبيعي خالص يعني. شايف برضو عندك كوسه ونعناع، بكام الكوسه والنعناع بقى؟ النعناع ببلاش، ببلاش 3 بجنيه اهو، وبنص جنيه الواحده، و4 بجنيه اخر النهار. والكوسه بكام؟ الكوسه ب2.5، بتنجان ب3 جنيه، اسعار حلوه يعني وجميله وكلها. بس اخبار بقى حركه البيع والشراء ايه؟ في اقبال ولا الدنيا مريحه شويه؟ الدنيا دلوقتي مريحه، معرفش ليه يعني، بس حتى لو الجو كان غالي وفي حال ماشي بيبقى حلو يعني وشغال. لكن حتى لو الحاجه رخيصه والجو نايم يبقى هو يعني ممكن ب 30 جنيه من كام يوم و20 جنيه و25 وكان شغال وحلو. دلوقتي رخص اهو، بص نزل 7 جنيه ونزل قد ايه، والجو مش شغال. شكرا. برضو دلوقتي معانا احد الناس اللي بتشتري. يا حاجه برحب بيكي في البدايه، قولي لي بقى الاسعار اخبارها ايه معاك النهارده؟ الاسعار حلوه في السوق كلها، هي اللحمه والفراخ اللي غاليه بس، انما كل حاجه حلوه في السوق رخيصه. شايف الاسعار كويسه يعني بشكل عام؟ الليمون اللي غالي بس هو الفراخ واللحمه، بتاع الليمون ده اللي مغليه. لكن الاسعار عجباكي كويسه يعني؟ ايوه الخضار، ايوه الخضار حلو، الليمون بس والفراخ واللحمه. حضرتك برضه قولي لي رايك ايه، شايفه الاسعار عامله ازاي النهارده؟ لا في بعض حاجات وحاجات لا، يعني الليمون غالي، اللحمه غاليه جدا 85 و90، الفراخ 28. مين هيجيب فراخ ب 28 مجازيه للحمه واكتر؟ شايف الاسعار غاليه انت يعني؟ طبعا. اه طبعا غاليه. بس الليمون بيقولوا نزل بقى ب 18 جنيه و10 جنيه. زي ما انت شايف برضو غالي، بص اخضر ازاي وعامل ازاي. لكن احنا كنا بنجيبه ب10 كان ورد ماشي، وكان بنقول غالي كمان. متشكر جدا لحضرتك. برضو يا حاجه قولي لي، انا شايفك بتجيبي النهارده، قولي لي بتجيبي ايه النهارده من السوق، وشايفه الاسعار عامله ازاي؟ احنا نازلين كل يوم بننزل السوق نشوف اسعار تسد النفس. بعيد عنك والله، احنا نزلنا السوق الليمون ب 28 جنيه، اعفى الليمون ب 9 جنيه ما يستمع ولا حد يستعمله. الفراخ الشامورت اللي كنا بنجيبها ب 17 بقت ب 27 جنيه. ها يرضي مين ده؟ ها بس يا رب الكلام اللي احنا بنقوله يتذاع. احنا وقفنا مع رئيسنا السيسي، احنا بنحب السيسي، ووقفنا وراه وهنفضل وراه برضه، بس يبص للناس اللي زي حالاتنا. ها يعني اللي جوزها معاشه 450 يعيش ازاي؟ تعمل ايه؟ ها يعني الناس تمشي تسرق ولا تعيش على السلف ولا تعيش على ايه؟ بصوا نظره للناس اللي زي حالاتنا. متشكر جدا يا حاجه، كل سنه وانت طيبه. برضو دلوقتي احنا يعني هناخد بقى من كلام الناس على اسعار الفراخ اللي مرتفعه، ودلوقتي هنروح نتعرف على اسعار الفراخ. وبرضو يعني هشام خليني اقول لك ان دلوقتي بتكون الدنيا مريحه شويه في سوق امبابه، ولكن قبل الفطار تحديدا وعلى وقت العصر بيكون في اقبال بشكل كبير جدا. برحب بيك بقى في البدايه، وقول لي اخبار الاسعار، الناس بتشتكي من ارتفاع اسعار الطيور، قول لي الاسعار عندك عامله ايه النهارده؟ اسعار مولعه خالص والله يا فندم، يعني ارتفاع 3 جنيه في الكيلو من اول رمضان زي ما انت شايف كده، في ركود في الجو، مفيش بيع وشراء زي الاول. احنا بنعاني من ارتفاع الاسعار والزبائن بتشتكي. عادة تقول لي مثلا الفراخ بكام، الديك الرومي بكام، البط بكام، الحمام بكام؟ النهارده جاي يعني 21 جمله بيبيعوا ب 23، البلدي ب 25، الرومي ب 40. يعني الحمام بكام، والفراخ البانيه بكام، والارانب بكام؟ كيلو البانيه ب 50، والوراك ب 24 23 فاهمني، والجناح ب 15، وال حمام على حسب، في ب 40 وفي ب 35. انت عندك اللي شغال اكتر الفراخ البلدي ولا البيضه؟ والله اكتر حاجه عندي شغاله البيضه، اللي هو الوراك والبانيه والكبد والقوانص والجناحات والحاجات دي، هي اللي شغاله معايا دلوقتي. بس عامه الجو في ركود جامد، مفيش شغل زي الاول، ارتفاع اسعار، احنا بنعاني والزبون بيعاني.
حضرتك وعندنا مصاريف عمال ومصاريف محل مفيش خالص، مصاريفنا مش مغطيه حتى البيع اللي احنا بنبيعه. بس الناس بتشتكي من ارتفاع الاسعار، ايه السبب؟ انت شايف ايه السبب ان الاسعار مرتفعه؟ يعني احنا بقالنا 30 سنه عمرنا ما سمعنا الفراخ توصل البيضه ب 25 وب 23 والكلام ده كله. كانت لما تغلى قوي كانت تبقى 10 12، لكن هي دلوقتي بقى لها 5 سنين الاسعار نار، مش عارفين نشتغل، احنا مش عارفين نشتغل فيها بسبب ارتفاع الاسعار، مفيش بيع. احنا الموسم يا فندم بنستناه من السنه للسنه عشان نشتغل فيه، موسم رمضان ده بنستناه من السنه للسنه، يعتبر الشهر عندنا بالسنه كله، فمفيش يا فندم، مفيش شغل خالص. في متشكر جدا ليك برضو دلوقتي معانا يعني احد الناس اللي جايين يشتروا النهارده. قولي لي يا حاجه، انت جاي تشتري النهارده وشايف الاسعار عامله ازاي؟ حمام الحلو الجوز ب 40، عن اول رمضان كان ب 50، دلوقتي الجوز ب 40 واخدينه منه، بس هنا انا حاجه نظيفه يعني. انما الفراخ البلدي غاليه قوي، الجوز ب 45 ب 95، انا ما بجيبش البيضه بجيب البيضه. طب انت شايفه الاسعار هنا عامله ازاي في السوق بشكل عام؟ الاسعار كويسه ولا مرتفعه؟ هي الخضار حلو، الخضار حلو، انما اللحمه انت عاد ب 80 والحاجات دي الحاجه الاساسيه غاليه، والكبده ب 84، فحرام اللي معاه كام عيل هيجيب ايه لي؟ هيجيبوا لحمه مستورده يعني الناس وخلاص. متشكر جدا حاجه، كل سنه طيبه. بس انت عسل، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. يعني هشام دي كانت جولتنا النهارده من سوق امبابا، اللي اتعرفنا بشكل سريع من سوق امبابا النهارده على اسعار الخضار والفاكهه والطيور. كل سنه وانت طيب يا هشام، وكل المشاهدين طيبين، ودايما رمضان بيجمعنا على شاشه ام بي سي مصر وام بي سي مصر 2. وانت بألف خير يا